السلام عليكم عشاق وعاشقات الدراجات النارية. هذا الخبر كيهم أصحاب طريق بورتو. أوضحت أن وزارة التجهيز والنقل عبد القادر العمراني أكد بالبرلمان أن منع نهائي لركوب أشخاص على متن الدراجات ثلاثية العجلات أو طريق بورتو سيدخل حيز التنفيذ بشكل صارم بتنسيق مع الأمن والدرك الملكي. وأوضح وزير النقل أن السبب وراء باتخاذ هذا القرار هو الرقم المهول لحوادث السير الناتجة عنها، مخالفات التي تسبب فيها هذه الدرجات والتي حددها في 40%، ومضيفا أنه ستتم معاقبة المخالف بغرامة مالية كبيرة وتسحب الرخصة، وإن الأمر قد يصل إلى سحب الرخصة النهائي. بالنسبة لهذا القرار هذا كاين شي ناس اللي معجبهم وكاينين شي ناس اللي عجبهم. بالنسبة كاين اللي كيقول لك أنه نقل الأموات، وكاينين اللي كيقول لك انه بالنسبه للريبورتو الريسك تاع بعض الناس. وتخليو لنا الاراء تاعكم في الكومنتير، يعني انتوا واش مع هذا القانون ولا لا ولا ضده. ونخليكم مع فيديوهات تاع اراء الناس. اصلا كاع اللي راكب في الريبورتو راه مريسكي اصلا، يعني يقدر توقع لي شي حادثه الله يسر ولادي، ما يسال في السماء لا في الارض، والو ما عندوش شي حاجه يعني اصلا راه ممنوع. ما يمكنش شي واحد غادي يريسكي بحياته ويطلع في تريبورتو. القانون هذا خويا اللي داروا لينا، راهم خلاو لينا خويا فين ناكلوا الخبز، ما تشش معاك الناس، كي غادي دير تهز معاك الناس وانت يا خويا الناس ما كيتيقوش فما كي غادي دير تهز السلعه ديال الناس والناس ما تيقوش فينا، كي غادي دير تهزها؟ واش حنايا تدي السلعه وما تديش مولاها؟ راه حشومه، راه ما يمكنش، راه خاصك ضروري تهز معاك واحد، راه بغاو يشردونا على هذا الحساب اخويا. راه ماشي هذه هي الخدمه، راه الخدمه ضروري خاصو يطلع معاه مول السلعه، والسلعه مولاه من فين غنجي؟ من فين غدير؟ في الحقيقه لي تريبورتور راه هما كيساهموا بزاف في جلب لقمه العيش ديال بزاف ديال الساكنه. الا جينا نمنعوهم راه غادي نحبسوا الرزق ديال العيش، هو ديال واحد النسبه كبيره اللي كما كنشوفوا راه بزاف ديال الناس وبزاف ديال سميتو كيعيشوا من غير من هذاك التريبورتور. يعني الا حبسنا عليهم راه غادي نحبسوا لهم سميتو، يعني شنو غيدير مني؟ غادي نحبس عليه انا تريبورتور؟ هو اللي عنده ما عندوش هو واحد راس مال كبير باش غادي ياخذ هوندا ولا غادي ياخد